اجوا علينا حتى يعني تهديد اذا ما نطلع، يعني هم انطونا مهلة لحد السبت، يعني انطونا من يوم الخميس لحد السبت لازم المخيم كله يقفل، واللي ما يطلع يجون يشيلونه بالهمر. بعد الله يعلم ان يروحون بي ياخذون على منطقته على غير مكان ما ندري. قالوا لك انه ورقه بيقول انه هيدا يعطيك باج عمي. الكلام بعدكم؟ ايه عندنا الفلهي ما خلونا بالليل بلغونا علي ايه ولو الصبح يشيلون على عملية الدمج بعد أن بقى أعداد قليلة من النازحين في هذه المخيمات تم دمجهم إلى مخيمات أخرى لغرض توفير الخدمات وتوفير الأمن، وبالإضافة إلى كون هذه المخيمات بقت أعداد قليلة فيها وتكون المخيمات الأخرى عملية مسيطرة عليها من قبل من الناحية الأمنية. أما موضوع الدمج فهو بناء على أمر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء. فريق وهاب مروان فلاح قادسية ثانية منطقة قادسية ثانية. أتمنى يوم عن يوم أرجع لبيتي، أرجع لبيتي ببيتي لو أكل تراب خلي من هالمذلة، هاي مذلة هنا مذلة، وهنا يعني لا مساعدات أكو، لا هاي أكو، لا نفط أكو، شتلنا البريد، عندنا أطفال صغار، هذا البي جلطة، هذا عنده جلطة، عندنا طفل عمره 5 سنين بي جلطة وبي شمرة، يعني ألا اللوك ونحط بثمة، وطباء هنا ماكو ذيك الأطباء. داخل منزل